والأستاذ الدكتور تيناتين عمار من المؤسسة الجامعية جامعة الجلال اليابس سيدي بن عباس كما قلنا في ميدان العلوم والتكنولوجيا. يتقدم لتكريمه الأساتذة الأفاضل أستاذنا الدكتور أستاذ الحاج مصطفى بجامعة الدوران الواحد، وأستاذنا الفاضل أستاذ راسك إسماعيل بجامعة الدوران الاثنين، وأستاذ ابنة السيد الأستاذ حسان غزرق أيضا، بالإضافة إلى سيد مدير جامعة سيدي بن عباس وممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يتقدم هؤلاء السادة إلى المنصة الآن لتكريم الأستاذ كما قلنا أعيد الاسم تيناتين عمار وهو أستاذ باحث ومدير مخاطب جامعة الجلال اليابس سيدي بن عباس. بتشوي يا شيخ، شيخ بتشوي. شكرا.